والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وحين وقصونا هاي تيرارك إيمانك لحدين كمتهاي الإيمان بالملائكة قفك إنو رمي ملائكة تاسي وانو قفك إيمانك سوصحنا قناهين بدي الله يكتي سانفعنا وهانهين إلا لقه له. الإيمان بالملائكة وحكم إذا إلا الرمي مقعية دودة صفات كودية المامهودة شقوين كإياها ولها إقبتان الغوح سي قرآن ككريم ك يسنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا عمل الله ذي شقوين كملائكة إقبتان إغفك مسلم كادي رجال واه بشارة وإن وحن بارسا إن يود عيان دات كقار كوت وصمي أعمال قارة أو شيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام أعمال شاسي أغفك مسلم كي لي ما داو كم تيسن أيو ملائكة إن يود عيان وإلهي سبحانه وتعالى هو يديان نحريس دم بالداف إلى درجين وكرياله ربنا سبحانه وتعالى حق السرين وكامانه أعمال شاسي حقيقة وأعمال فضودون عسلين لكن قيمة هدو أدياد وإياهي قفك مؤمن كاي وحا وكهل يانا وقيمة بدنيهي أعمال شاسي وحا كميدا قفك مسلم كائن مساجد كفرديو إساقو صلاة سقاية أما صلاة دمائي وصلاة دبادة مساجد كوكسي نقادو إساقو إلهي سبحانه وتعالى حصاية. إمام مسلم حكوري صحيح إيسا إن أولي نبي قيني محمد عليه الصلاة والسلام لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة. أدونك أنت وفرديا هلك ودوني إنو كتو كدو صلاتنا وكسوغا أيو حقا أجر كوحو لمدي هاي متو كناي. وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. أدونك مساجد كفرديا صلاة السوغا يا ملائكة ودعيان وحيلين إلهي وأدونك هبل الدم بداف إلهي عيبتي سأستر إلهي يوون حريصو دعا داسي أدونك ويوسعطا أجر كاسين ووشرا إنت آنو مساجدك كتغين أما بس آنو ويسا جبين. وحا إمام البخاري صحيح سوكوري من حديث أبي هريرة إنو للنبي عليه الصلاة والسلام الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. ملائكة ودعيان متكين انت وصيف فرديا موسي تشوغو هل كيو كنتو كذي انت آنو ويسا تشبن. ملائكة محير اهدان تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اله ادونك استر اله ادن بيده كو عقابين او داف إلهي وأدونك ونحريصو الدنيا خربة وعمل هذه هذا الفضود ما أنت ضدك إن بضاني مساجدك الصلاة دي يدو اللقو تشيرون باي صوت قلان عملك قيمها بضان الدعاء ملائكة اللقوه لي أوسيقا إن بضانينا إمامك مركو السلامة نقصده إن يرنمسي فرديان حتى ما أخريان أذكارتي الدعوين كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأخري تشيري وحيكويا عن هلكي كباها الدكتين مساجد كنسي دق دقائيه وقبحان. أيها المسلمون عباد الله رحمكم الله لا تضيعوا هذه الفرصة ضيعين فرصة دا قيمة أبدا إلى إن حريستي سيد ملاف كيسا دمانتين وين وباهنا أرنك اللبات الملائكة أدونك وقدوا عينيان وين قصة لي نبي محمد عليه الصلاة والسلام
نبي قال لو صلي أوارين كم إذا عباداتك وأوين إلهي أدومي صوفري ربنا سبحانه وتعالى وتعليه هاي وحول الصحابة قال عامر ابن ربيعة وحول نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي أدون كستو مسلم يصلي لابن نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت وصلي وضعي سجن ملائكتك صليس فليقل العبد من ذلك أو ليكثر رواه ابن ماجه أرن كاسد عدم ملائكته لقوه لي أدون كي الدالي يبت صنعي هبت صدع كي يرين يانا هيا رأيو كي يرأي يسقى يا خير كيسكو يرأي بل وحي نشرق النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام إلهي إنو كصل لي يا أدون كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كصل لي وهل مرمر كالنبي محمد كصل لي دو طبعا تشرب إلهي كصل لي يا وربي وكو أمانا يكون نحرسنا يا مالين كتشمعها يا أبين كتشمعها سيقار أبو شيق النبي عليه الصلاة والسلام صلي النبي قال إنو فربضنا مركزتو إنو بضيننا دعاء ملائكته يا إنو بضانيس أرنك صدحان اللقوه لدعاء ملائكته وطلب العلم الشرعي وقفك إنو فرستقوا با علمك لقوه لقوه حلقات كمساتي دادا مراكز تيا معاهد الدين تلقوه برتو ونفتي سو كسا برسيه أرنت نوعاسي وحيصاب نغنيسا إلهي سبحانه وتعالى إنو كصليه وربي سبحانه وتعالى وملائكته وأمانه أدون كدر تشدي سو موتيه مخلوقات كسمدة تشوغية كوى دولك تشوغين كصليان ملائكته إنه يدعى عيسو وحول الصحابة قال أبو أمامة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي إلهي سبحانه وتعالى ملائك تيسا مخلوقات كسمدة كنول يكوى دولك تشوغا قران شذا قدك كتير تكوداه أنا كلونك من نبيرك بدا كتير كوداه وحاي ادعيان وحاي كصليان قفك خير كددك برايا بارستان برشا ياكور رئيسا تاسو حين قدي رجالي نيسا قوبا دين تلقى الشيقة يا عمل قد قايو إن قفك مسلم كايساقو نييسا إنو هلدو عدا ملايكتا يا مانت إلهي سبحانه وتعالى يا فضل يدا كالاتي رضا بضنا لغو الشيقة قفك نفتي سينو كصبر سيو وكد دالو أعماش قيمها بضن يا دونكو كويل يدو عدا ملايكتا إلهي سبحانه وتعالى وأقبل يوحا كميدا الإنفاق في سبيل الله والتصدق لأجل الله إلهي دراد يا دون كون وحب حيو حوله سنة صدقين وكلبحو وحب أبو هريرة رضي الله عنه وحن مغليني محمد عليه الصلاة والسلام وله ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ما لنك استواغوا بريو لبا ملك بحق السمد كي مادة أمرك إلهي إذن كيس كصعدان دولك أيه وصودا دعان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا رواه البخاري ومسلم لبدا ملك متكود ودعية من نوها بارتما كدعية وحليه إلهي وقفك حوله سيبحيي وحونا أكسن إلهي وقبدل دمداف وقبدل نحاريستا دا وقبدل بركة إلهي وقبدل إلهي وشنة وقبدل دعانا إلهي سبحانه وتعالى وأقبلي ويا ملائكته ومخلوقات إلهي وإلهي وده سبحانه وتعالى ربنا أمر كيسا قاته إلهينا عن عاصين وإلهي سبحانه وتعالى أمر كيسا عن خلاف أرنت أسيوحا يكون رجالين ساقفك مسلم كا إنو مالو والبوح حوليسا كبحيو هيا رادا أماها بدنادو يدون يدي ستا إلهي درادي سوى هلا الدعاء ملائكته أرنك الشناد إصاب النقدة ملائكته أدون كين يدعيان وأدون كهدي الشرالين وكدد على الصف كهرة
أما الصفوف طهرة كان هو حتى عدو كذي بنوع الصفوف طهرة أدون كيرو كدة داله وحول البراء بن عازب رضي الله عنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوها مد صفوف تدحمرة ومر بدين عقبها يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم قربها يوم مسيح تشري وسيم تشري لبدا قف يسلل اعتاقا قربها ودسل وسيم يهيم بويق تشري نبي عليه الصلاة والسلام حتى الله بهود أيو سيم تشري من نمد كما هرين تشري وحورن تشري هايس خلافنا ويانا دعين إنه من نهر وصوت شوكسدو من نديب وشوكسدو سنما حداد اسخلاف طالر انت سوى حي صابو نقني سيله انه دي كو عقابه قلوبتي انه انه كلد دو اسخلافته وكان يقول عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاولى رواه ابو داود وحوران جرني محمد عليه الصلاة والسلام الهي هي ملائكتي سوى وحي كصليان صففك وردتك كنت كنائية صلق إلهي وأمانت إلهي حق سروك أماني تاسو أي كدلنا يسادون كاسي رحمة إلهي وهيرو صلق ملائكتنا ودعا دون كاي ودعين يان وإلهي إلهي ودون كاقا صفوفته وركوت كده ودن بداف إلهي يورنا حريصو رواية دي من ماجين وحي كترتا على الصف الأول إلهي ملائكتي سوى وحي كصليان أدوماها صفك وركوت كده صفك ورين لغوت كذا وامد أشر كذا ويهاي قيمه دون أبدن يهاي وهاني علامة تاي إيمان قفك مسلم كائن نفتي سواء بري كروانا كل الددال كرا عمل كل حادة صابو نقضى ملائكة إلى أدون كود عيسو وعيادة المريض وقف حنوصنا يقف كينو صابو أخذو إساق أولي بان يدي سي قلبي قيسا كسو حاضرين أياه بوقش هذا قفك حنوصنا يا إنا يتهي عباده إلهي سبحانه وتعالى لو قد وادو إيا السنة لك قد دينا يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحير علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة قفك ولالك إسا مسلم كاوتك إساق أبو قناية انت اوسي سعود اوردن وحو سيدح سعودا مرحة چندا سعود كيساسي وحو صابو نقنية چندا اينو قالو چندا مرحة دا اينو قرطو حتى يجلس إلا او فريصان ايو فإذا جلس غمرت الرحمة مركو ادون كي الهي مسلم كيو بوقنية مركو قارو او لا فريستو وحا قرقصة وحا ريريسة ودبوشة إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديس وبوغشد أغفك مسلم كإلهي نحرستي سايوكوها لا فإن كان عاده غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي واختقوا وبوغده هدو سبح نميهي وحاكو صلية تضباطا كنو ملك ويدعيان وحانا يدعى دا ودان إلا قلب نمذا لك قاد أيو وإن عاده مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح هديو قلب نمبا وقدنا وحاكو صليو الدعية تضباطا كنا ملك إلا واقو كبري الدعاء سيو وضان إمام أحمد بن ماجه حديث كاوري وقد صاحه المحدث الألباني رحمه الله تعالى تطفى ربضان وحنصان يا قريا تشيف قارك لدخت الرضا يالان إلا بوغداء مدينين وحقوق داء مسلمين تويس كلهين ومديقة لفتو دوه الحنون كوغن نقون إيسا وكخفي فين إيسا حنون كدربدي إيسا وفك مسلم كوفك مسلم كبوغداء وحلق يابا إنو منفع الدنيا وقيو وحادعي كرتي يدا أيانا مهم سني إن يوبا أيهين دادك بكاء إن لا شيء حنون كهدي لغو صبرات شرك لغه لأي إن لا شيء قدت كبوكا إن مرض كدقنية هاي حنون كينو دقنية هاي وإتايقف كحنون صنية إنو كدد على وحكستو خاتمة دي سويكو هقاقي كرتو إن لغو برارو تيسا يو دهارا قادن أيار
يا سيدة أي صلاة دو تكنيان حل قوني يا سارة علم الله يا ضدك علمك الشريعة دا يقان إن يتقان دختر رضا وضدك حنوصان يا بوغدان ويود عيان القرآن ككتفان ويوشيغان سيدة ودها رقادان ايان يا سيدة صلاة دو تكنيان أرنك تضباط إصاب ونقضة إن الملائكة أدوانك مسلم كاود عيسو وإنه ولالكيس مسلم كاود عيسو وكمقن قفكي أنك أوغين وهدو دون الدعاء بأنك درسن ولالتني ماذا إيمانك يا إسلام لماذا كدلتي أوغين إن هذا الدعاء عيسو إلا هو يبال الدم داف إلا هو نحريسو إلا هو واحد سيسو بركي إلا هو علمك أفرابر إله يا ودرة كنيسة الدنيا آخرة وكرقة إله وشنة قليو نار تكبت بادي ساساد ودو عيسى ولا الكاقي مسلم كاو كامقر وحيطا إصابه النقون إيسا جزاء من الله يضع أبا المرين حق إلهي كتمي إن ملايكتو أدقنا يكو دو عيسى وإنتي أدو دو عيسى إلا يكو دو عيسى حداد بدي سيئة حداد يا ريسيبا وحوري صحابي قال إله أبو الدرداء نبي محمد عليه الصلاة والسلام حيري ما من عبد مسلم يدعو لأخيه في دار الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم أدوان كستوى مسلمة ولا الكيس مسلم كا وكمقا ودعيه إلهي سبحانه وتعالى أبريا ملك وحو يرادا أدقنا انت صوك لهل إلهي سبحانه وتعالى أويديا وحو ولالك وويديي إلهي بايد وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهذا من الإحسان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اهد ضال المسلمين وعلم جاهلهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.